ميسي يعود سريعا إلى برشلونة. عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة بعد استبعاده من قائمة فريقه الجديد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي عن الجولة الثالثة من الليغ 1. وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية السبب الذي دفع اللاعب الأرجنتيني للعودة إلى برشلونة بعد أسبوعين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث أكدت أن البرغوت عاد إلى المدينة لقضاء عطلة قصيرة. ولم يتواجد اسم ميسي في قائمة باريس سان جيرمان التي فازت الجمعة الماضية على بريست بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، ولذلك منحه المدرب فريق باريس سان جيرمان حرية الحركة قبل العودة إلى التدريب.